من قلب السواد شعلة أمل وبارقة حياة انطلقت من مهرجان لموزيكال دبعبدات بنسخته الخامسة بعنوان أوتار الأمل، أقيم بكنيسة مارلياس الأنطاري برعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة وبحضور ودعم من السفارة الدنماركية بلبنان. أنا كتير مبسوطة في اليوم هيدا المناسبة، هيدا شي تعاون بين الدنمارك ولبنان بثقافة في موسيقى. بعد سنتين أزمة صحية اللي ما صار فيها بقى مهرجانات، وأكيد الموسيقى كتير مهمة للإنسان، بخليك أوقات تبعدي عن الواقع وعن المشاكل. إن شاء الله المهرجانات ترجع بالرغم من الوضع الصعب، لأنه الموسيقى للكل وهينة تفوت على بيوت الكل. الحفل كان طاغي عليه روح الدنماركي، حيث تطوعوا عازف الجيتار لارس هانيبال رافقته على آلة الناي ميكيلا باتري ليقدموا حفلة وتكون عربون حب وأمل للمدينة المنكوبة بفعل الانفجار والانهيار الاقتصادي. أوتار الأمل لأن سنة الماضية من بعد انفجار بيروت صار في كتير خراب بالكونسيرفاتوار بالمعهد العالي للموسيقى، عملنا كونسيرات وجمعنا فيهم مصاري، عملنا فيهم فاندينج، والمصاري ساعدنا فيهم مشان نجيب آلات للكونسيرفاتوار، نعمل لهم ريبليسمنت للأوتار تبع الآلات يلي تضررت بالانفجار. تعتبر الروابط التاريخية الوثيقة بين دولة لبنان والدنمارك نموذج فريد قائم على أسس وثوابت راسخة بالأخوة والعادات والتقاليد المشتركة. كتير بحس في علاقات قريبة وحلوة بعدة مجالات. نحن هون كبلد من بعد الانفجار في مساعدات أكثر بسبب الشروف الصعبة باللبنان، الدنمارك واحد من البلاد نحن ملتزمين دعم لبنان بالعدة مجالات. كمان في شركات دنماركية موجودة بالبلد من سنوات دلوا هون على الرغم من كل الصعوبات. انتو شعب بجنن، في حيدا الهب والشغف الحياة على الرغم من كل شيء صعب، في الشغف الحياة. أنا تصير بحب هيك. الحكومة الدنماركية دايماً عم تدعم ببرامج إلى علاقة أكيد بتمكين المرأة وببرامج ثقافية، هذا اللي متأمله كمان من لبنان، كمان دعم أكيد وزارة الثقافة وزارة الخارجية المعنيين والحكومة اللبنانية كمان تقدر تشتغل حتى لو الأزمة سياسية وعندنا أزمة اقتصادية. ما لازم ننسى أنه في كمان أزمات تعنا فيها الفنانين تبعنا والرسامين، لازم يكون في سياسة ما بتكلف لدعمهم. شهد الحفل حضور بيعكس تمسك اللبنانيين باستمرار حياة المرح وحاجتهم لمنفس بيحملهم لمكان بعيد عن وقعهم المتأزم. هذا الحدث هو يمكن سيمبوليك شوي انه لبنان بعده عم بيحتفل بالارتس وبالفن، وبذات الوقت عم نجتمع يعني لكمان نكون عم نذكر انه نحن كاشخاص بعدنا بنحب الحياة. تم اسمع اخبار ونسمع قد ايه حق الدواء وقد ايه تنكة البنزين، واذا رح تجتمع مجلس الوزراء او ما يجتمع مجلس الوزراء كله بلا طعم. اسمعي موسيقى بترق اعصابي بتكون مرتاح. انه هيك ايفنتس بيخلونا نحس انه بعد في امل بلبنان، وفي امل لنا كلنا نكون موجودين. هيدا هو لبنان، غني بالامل رغم الصعاب ما بينكسر، واذا حاولوا كسره بالاحتقان السياسي والمذهبي بينتفض على سبيل الحياه والموسيقى.